مبخرة ومرطب بشرة في آن واحد مع مبخرة ألتو، لطف الأجواء في المنزل والمكتب والسيارة. مبخرة بشكل أنيق، خفيفة وزن، صغيرة حجم. شلون نستخدمها؟ خلي المي الفاتر وضيف لك قطرات من العطر واستمتع بالرائحة اللطيفة. وبعد الانتهاء جففها حتى لا تصير تكلسات على النحاس داخلها. تدوم التعبئة الكاملة للمبخرة تقريباً 10 دقائق، ويمكن استخدامها كمرطب للبشرة من خلال وضع ماء الورد ووضعها قريباً من البشرة للترطيب، كما تحتوي على مرآة توجد في الغطاء. وعند الأماني تتحقق الأماني.